المرة دي بقى أنا عملت عصير السعادة، بس المرة دي بقى مش هخلي حد يجربه، أنا اللي هجربه علشان أشوف النتيجة بنفسي. هاتي. خلاص يا مامي، ده مسلسل يعني مش لازم تعيطي عليه. انت بتضحكي على ايه؟ ده مشهد مؤثر والناس كلها بتعيط، هي مسرحية؟ ما انا متأثرة يا مامي وزعلانة جدا، ده حتى الراجل لقى ابنه اللي بيدور عليه بقاله 19 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عارفة إيه الهبل ده؟ النتيجة ظهرت يا مامي وللأسف أنا سقطت في مادتين. يا نهار مش فايت، مادتين؟ وإنتي واضح على وشك إنك نجحتي. لا يا مامي، ده أنا سقطت في كل المواد. إيه؟ وإيه السعادة اللي إنتي فيها دي؟ مش عارفه يا مامي، هسبقك بقى على اوضه الضرب، حصليني. الله، شعور جميل. هو في ايه؟ البنت دي مالها؟ ايوه يا طنط، جوز حضرتك مات. الباقي في حياتك يا طنط، خدي مامي معاكي اهي، جوزها مات. الو، ايه البقيه في حياتك يا حبيبتي الله يرحمه؟ انتي مالك بقى اليومين دول؟ فيكي حاجه مش مظبوطه، هببت عصير ايه المره دي مخليكي في الحاله دي؟ عصير السعاده يا مامي. عصير السعاده؟